الصيد بالطيور هواية منتشرة بين الشباب في دولة قطر، وتأتي عيادة الخور للصقور كبادرة مهمة وخطوة إيجابية وبناءة تحافظ على الصقور وتهتم بها وتقيها من الأمراض التي ربما تؤدي إلى فقدانها ونفوقها، وتشجع على اقتنائها وتربيتها أيضاً. توفر هذه العيادة جملة من الخدمات الطبية والمختبرية التي تحتاجها الصقور في تشخيص الأمراض وفي علاجها. من أهم هذه الخدمات خدمة المنظار الذي من خلاله يمكن تشخيص الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي للصقور، بالإضافة إلى خدمات مختبرية متنوعة، منها خدمة فحص الدم وقراءة خلايا الدم والتغيرات المرضية التي قد تطرأ على هذه الخلايا نتيجة الإصابة بالأمراض. جميع البيانات الطبية والمختبرية التي يتم الحصول عليها من خلال الفحوصات يتم عملية إرسالها إلى مستشفى سوق واقف للصقور من خلال برنامج طبي. هذه الخدمة مميزة جدا لأنها من خلالها يتم عملية إرسال جميع البيانات المختبرية والفحوصات، بالإضافة إلى صور المنظار أو الفيديو الذي يتم أخذه خلال إجراء عملية المنظار للصقر. يتم إرسال هذه البيانات إلى عيادة الخور أو من عيادة الخور إلى مستشفى سوق واقف للصقور، بحيث يتمكن الكادر الطبي لكلا المستشفيين من دراسة هذه الصور والنتائج وتقديم النصح والتشخيص الدقيق لكل حالة مرضية. الجدير بالذكر أن الطاقة الاستيعابية للعيادة التي تم إنشاؤها بإشراف المكتب الهندسي الخاص في مدينة الخور هي 100 طير يومياً، مما يساهم في معالجة الصقور وإعطائها الأدوية التي تحتاجها باستمرار حفاظاً على حياتها ونشاطها.